السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering. معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. ما زلنا مع المحور الثالث Techniques for Solving DC Electric Circuits، ونواصل مع الجزء الثاني لهذا المحور وهي طريقة المش كارنت. الآن نمر إلى الكيس الأول في طريقة المش أناليسيس with current source. يعني لو جاءت عندي مثلا current source، مصدر تيار في محيط المش الأولى أو الثانية. هنا ألاحظ في المش الثانية عندي مصدر تيار. هنا مباشرة لكتابة المش إيكويجن في المش الأولى وفي المش الثانية، يجب أولا النظر. أنظر إلى المش الأولى أو الثانية، هل فيها current source أو لا؟ إن كانت على هذه الطريقة في محيط، مثلا هنا في محيط المش 2، فمباشرة أكتب قيمة المجهول وهو المش current يساوي قيمة مصدر التيار. هنا الـ I2 إذن تساوي مباشرة 5 أمبير مع إضافة سالب. لماذا؟ لأن هنا اتجاه الدوران عكس اتجاه مصدر التيار. إذن بقي لي الآن المش إيكويجن في المش الأولى. هنا مباشرة أكتب، إذن أرى أن عندي مصدر جود كالمثال السابق، إذن عندي 10 فولت يساوي كم عندي من مقاوم كهربائي؟ عندي مقاوم الأول، المقاوم الثاني، إذا عندي 4 مع 6 يساوي 10، إذا 10 ضرب قيمة التيار الأول، إذا 10 I1. هل عندي برانش مشتركة مع مش أخرى؟ نعم، هذه برانش فيها مقاوم 6 أوم، إذا هي مشتركة. إذا سالب كم قيمة المقاومة؟ 6، سالب 6 مع من؟ مع الـ I2، إذا سالب 6 I2. وعندي المعادلة الأولى هي I2 تساوي سالب 5 أمبير. إذا هنا عندي مباشرة معادلتين يحملان مجهولان، وبالتالي أستخرج قيمة الـ I1 والـ I2. نطبق على مثال لمزيد فهم هذا الكيس الأول. الحالة الأولى عندما تكون عندي current source في محيط إحدى المشات. في هذا المثال مطلوب مني استخراج المش current. إذا ألاحظ هنا في هذا السيركت عندي كم من مسار مغلق؟ عندي 3. هذا المسار الأول سأسميه I1، هذا الثاني سأسميه I2، وهذا الثالث سأسميه I3. إذا المطلوب الآن استخراج الـ I1، الـ I2 والـ I3 بطريقة المش أناليسيز. أولا ألاحظ في المش رقم 2 عندي current source في المحيط المش الثانية، فمباشرة أكتب I2 يساوي سالب 4، لأن عكس اتجاه الأربعة أمبير، سالب 4 أمبير. والآن بقي لي الـ I1 والـ I3. سأطبق إذن مش إيكويجن للمش الأولى ثم للمش الثانية. إذن
بالنسبة للماش الأولى، هل عندي مصدر جولد؟ نعم، قيمته 10 فولت. إذا 10 فولت يساوي كم عندي من مقاوم في هذه الماش؟ عندي 2 ريزيستر، 10 و 5، إذا 15 هم موجودين في الآي 1، إذا 15 آي 1. هل عندي برانش مشتركة مع مش أخرى؟ نعم، هذه هي. إذا سالب نتيجة الاشتراك مع من؟ مع الآي 2، فتكون سالب 5 آي 2. أمر الآن إلى المش الثالثة. ألاحظ هنا عندي مصدر جهد قيمته 20 فولت، إذا 20 يساوي كم عندي من مقاوم في هذه الماش؟ عندي مقاومان، 20 مع 2 يعني 22 موجودان في الماش الثالثة، إذا 22 آي 3. هل فيها برانش مشتركة مع إحدى الماشات؟ مع الماش الأولى ما عندي شيء، لكن مع الماش الثانية عندي هذا المقاوم 20 أوم مع الماش الثانية، إذا سالب 20 آي 2. وبالتالي الآن عندي ثلاث معادلات يحملان هنا مجهول آي 1 والآي 3، لأن الآي 2 استخرجناه مباشرة من الماش الثانية، وبالتالي تكون هذه نتيجة التيارات في 3 meshes.